لا إله إلا الله، 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 لا إله إلا الله. لكن لا إذا سيا وجاني لسر وجل والعلا لساني، ولكل وجل عبارة والأداء ذات وأوصال، وذل يا علي إن قلت واحدة صدقت، وإن تقول إلا لحق إنه إلا أقلت لا بل إنه لم يألل، فصدقت ذاك حقي قتل سألي أبو إلى أحديتني لا تلقوا، قل لاعب أحد ذريب الشان، ولئن ترى الذاتان قلت لكوني عبدا وربا لأمي لا ألي، وإذا تصفحت الحقيقة والتي جبات مما حكمه ضداني، تختاروني فلا تقول لسوبي عدل ولا لعلو به وجاني، بل تم ذلك عادلا لحقيقة لعقد وقائق ذات وصنعي، فهي المسمى أحمد منك رؤيا ومحمد لحقي قتل لك وأني، وهو المعرف بالعزيز ودينك وجاء من كوني ربا لدى وجناني، يا معجز البيكار يا سر الهدى، يا محور الإيجاب والإمكان، يا عين دائرة الوجود جميعي، يا نقطة القرآن والمرقان، يا كاملا ومكملا يا كامل، قد جملوا لجلالة الرحمن، قد الأعاجم أنت في خدماتي، فلك الجمال عليك المدوران، نسيت بل شبهت بل لك كلما يطاب رجالك وجمع لأني، ولك الوجود وللعدام حقيقة، ولك الحضيض مع العلا لوباني، أنت الضياء وضده بل إنما أنت هنا ملعا إذ الحيراني في الشادو والزيت مع الإصباح، أنت المراد لي ومن أنشاني، زيت لكونك أولا ولكوني كان مخلوق مشكات منير لأني، ولأجل ربي عين وصيك عين، فأنت مصباح ونور ضياي، منهاديا لتجاهل ما أتيكم بضيائكم ومكملا نقصاني، يا سيد رسل الكرام وما أدلوا فوق المكان مكانة الإنشاء،
أنت الكريم وخذ ذلك لي سمعة عبد الكريم أنا المحب العلي خذ بالفلامي زمان عبدك ليك كالحي يرخى ويطلق من كمال عيال يا ذا الرجاء تقيت الجموجات بل المحبة قد دعا قال سألي صلى عليك اللهم غنات على من أنت صابر لهن معاي وعلى جميع الأهل والصحب إلا كانوا لدار الدين كان أرجعني والواردين ومن له بسوحكم نبأ ولو بالعلم والإيمان وعليك صلى الله يا حال الحياة يا سيدنا سر الله الإنسان وعليك صلى الله يا حال الحياة يا سيدنا سر الله الإنسان لا إله إلا الله 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 حمدت الله ربي إلحقني طريق حمايتي يوم الزحامي حمدت الله ربي إلحقني طريق حمايتي يوم الزحام لئن بعد الطواف لنات حش ببيت الله والبلد الحرام فقد جاد الإله بأن وفدنا ووفينا الأحبة للسلام وكنا للصوف بيوم عيد وأدينا ولا تمع الإمام وقمنا بالإضافة حشود بكعبة الزمان من الأنام ودرنا بالحريم على حياء وقولا من مزارات العظام ولم يهد الحضور لنا بخمس لدى البرن المصلى بانتظام وفي حلق المجالس رياض من الجن صباحا مساء للخجوع والانتظام وصالحنا الإمام ولك أحوى وأولر ما نؤمن من مرامي وأهدينا كهاني إليه جارا وسرا من الوقار والاحترام وقد نال الخلافة من أبيه وشيد صر حال سنامي وقد جمعا حقيقة انطلاق مع الشرع الحنين من الصيام أسيدنا محمد قد حماكم إله العرش من دنس الألم ألستم طاهرين بنص وحي وأكرم من يضاء إلى الكرام
وصدر مجالس الأخيار فضع ونور الكون في غسق ونعم وقوة هداية للبرايا من الإضواء وريان القدام وآلام السعادة منشأتم ترغرب لو فقمتم من فعمي ولست تخاف يا ربي عظيما ولا علما علما من اللوام فصدق القول جيبكم بحق وإخلاص توي الاهتمام أقمت الدين أبدج مستقيما في توضيح الحلال من الحرام تعيش رادا كما أحببت عيشا على رغم أدارس للطعام فربك قد رضي وقد تولى محاربة الأرداء اللئام وجدت بما أجيك إذا شراء بعينك قد أريت مقامي وزايلت الخطوب وكل نقص وحاصلك الجمال مع الدمام وصل لذاته شرما وقربا على خير عباد مع السلام وصل لذاته شرما وقربا على خير العباد مع السلام لا إله إلا الله 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 الحمد لله وفضل الله على الصلاة الحمد لله وفضل الله على نبي الذي صلى محمد فالآل الأفعال وتابعيهم على الصواب وبعد فالرسول لا حلم النسب قدوات عائمة من عائل منتخب من طائر لطائر في الأغنياء وكابر عن كابر إلى النبي فهو أحمد حماء الله من كل ما يكرم أو يخدع ابن محمد بن سيد عمر ابن حمار الله ولي الأباء ابن الشريف أحمد أحمد الشريف محمد بن سيد سيد الشريف نجل السماء دعي أمير الأم ابن محمد الشريف الزيد أحمد عباس ناجح السيف الفضل منسيف القضاء والسلوك منسيف الغائب من الإلهام ابن الشريف ورية الإلهيث يحيى بن عبد الرحمن الأكملي نجم إبراهيم بن إدريس الوجه من عبد المؤمن بن عبد الله ابن محمد الجميل الشيخ أحمد
عليه جزر جوت ابن محمد بن قاسم الحمود ابن مامون ابن علي جزر الأيار عبد الله نجل نزل عمر نجل إدريس سبل إنس الأكبر من عبد الله جامل وسر السد ابن الإمام الحسن المثنى والحسن الصديق تذنى ابن علي كرما إله في وجه وشرا مقه سجى البتول بضعة الرسول أرجو بجاهم لكل سؤل وأن يكون شيخنا نظمنا في الدين لأن لا ينفعنا وأن يغير بذات من شرة وطارق من حد ذان الزمن ثم الصلاة والسلام أبدا على الذي بالهدى تهتدى محمد شفيعنا في الآخرة وآل الخصال الآخرة مدامة أرضنا السماء يمدع ثم ينزل من الماء وسيرة الشيخ حماء الله في جد من صلى عليه الله وسيرة الشيخ حماء الله في جد من صلى عليه الله لا إله إلا 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 الله لا لا إله إلا الله 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 قلب أطاع المجد جمال وعصى العبادة سر ولسان قلب أطاع المجد جمال وعصى العبادة سر ولسان أقد الحقيق من العيون لأنه أقد الحقيق ومن هم أعيان ألف الساتة وما ساب كأن نظم السوالية به إنسان يبكي على بعد الديار بما أدمع سلعن سلعن كم قوت قدران فحنين رعد ونار سليل برق ومزن منحني أجلال فكأن بحر الدمع يطوي دراه حتى نامتنا وقد بدا مرجال ولئن تدعى فوق أيك طاهر لئن حمى بأنة خبقان ويلفيته شجوى حديد مطيئات رفلت به نحوت
حين ركب عنه يا سائق العيد المعمم السرى قل للنبي تحدثكم أشجان بل جرى حديثا قد رمت مدى أميحي إذ أنعنت المسد سلم يطعن أسند لهم بعدي وما قد صاح من متعدل الخبر الذي جريان يرويه عن عبراته عن مقلاتي عن أضلعي عما ربطني رعلو عن ميجتي عن شجوها عن خاطري عن عشقتي عما حلا وجنع عن ذلك العهد القديم عن الهواء عما نوم روحي ورمسك عنه واسأل سلمت أحبتي بتلاطم مسكين عندهم وهم سلطان واستشهد العرب الكرامة أقويا لمضيع ليشفيهم أسمع لا يوحش أنك عزهم وعلوهم تلك الديار لوفدي أوطان كلا ولا تنسى الحديث بحبهم قصد الصلابة لم تنسى القرآن ما آية المقطوع من إنصالهم بل آنسوا بأنهم خلان قد كنت أعلم منهم حفظ الوداء بثنائي تشعيريا هم الإخوان ولقد أنزئ عن خيانة عهدنا شأن الحبيب وإن يكن وشأنه حيا الإله أحبتي وسقاءهم خيرا يجود بوده تكمال يحيا به ربع الخصيم ولم يزل حيا تميت ببرقه أوطانه عجبا في ذاك الحي كيف يهم قحط السنين وأحمد الميزانه أو كيف يومه وبدوه ولتيهم بحر يموج بدره طلحانه شمس على قطب الكمال مضيئة بدر على ذلك هنا سيرانه أوجه التعاون مركز العز الذي برح العلا من حوله دوران ملكا وفوق الحضرة العليا على العرش المكين مذب بتوني إن كانوا ليس الوجود بأسره إن حقيق إلا حبابا قصحته زنان الكل لي ومنه كان وعنده سفنى الدور ولم تزل أزمانه فالخلق تحت سماع له كأرسال والأمر يبرم هناك لسانه فالكون أجمع لديك خاتم في أصبع منه أجل أكوانه والملك والملكوت في تياره كالقبر بل الموت ذاك مكانه وتطيح الأملاك من فوق السماء واللوح يوم قطع بلاله فلكم دعا بالنخلة الصماء ما جاء أكمل ما جاءت له الزلال ناهيك شق البدر منه بأفضع والبدر آلاء يزيد قرانه شهدا بمكنته الكيان وخير يريد
فإن يكون الشاهدين كيانه ونقطة التحقيق وهو محيط ومرجع التشريع وهو مكانه وذو الربح وجوهة وخضام وسير أرض عودة ومعانه وباء وسين والعين فالإنسان وقاف ونون وقاء ونور ومار وران عقد لما بمحمد ولنا فالدار دار والأوان أوان وله الإنساطة وهو عين وسيلات يا للمتى يجلى يا رحمن وله المقام ولذلك المحمود ما لم يدر من شأن تعالى شأن مجال قصد موجة من بحر وكذاك روح أميري وأمانه وبقية الأملاك من مائيات كالثلج ياخذ وبار حران أرض من المسك النقي تراب ومن الجواهر ربعها وقلاب أشجار ومتكلفات مطلق وكذاك أدور نعم وعتابها بطعمها من كل شيء لذات حقا ومن ماء الحياة شرابها حتى الجمال وصار يشهد كورة فيها وكم أرول إطاش شرابها هي نسخة من جنة المأوى أليما يحوى بها للأرض طال مآبها هي سر قدرة قادر مرزات إيمان يدري الأمور ولم يفتو حسابها إنسان بسحر إنما هي ماء أواء بل نارها وماءها وترابها هي أصلها والسعر ذرا للقضاء ويجيب داعي ساحرين خطابها يستخرج رجل شجاع مراد من أعلى يرنع لعيون نقابها تبدو بقوة همة لحاء ناس لممكن بين وراء ترابها والمازورية بين نجل فأيز كمل الزكاة ديانة من صابها أوالك مع السعادة في الشفاء بخل ودساء
وزاد عتابها يا أخت آدم بل هي ابنة اليمين وجميع أنزال له أنزالها يذل الجميع وتلك باقية على لطن وبالمقدور قال رجابها يا نخلة وأرب من الثمر إلا وآدم المالي سواه جلابها فيجيب الإنسان يوما إن دعا وإذا دعا الإنسان جاء جوابها ليس الخيالا لا ولا حس ولا غير ما قد قلت عاش الصواب ليس خيالا لا ولا حس ولا غير ما قد قلت هاك صوابها ليس خيالا لا ولا حس ولا غير ما قد قلت هاك صوابها يا إله إلا الله 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 لا إله إلا الله يا 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 إله إلا الله القارئ حرش الله بالإمكان وبيته المعمور الإنسان القارئ حرش الله بالإمكان وبيته المعمور الإنسان فبه غور الحق لنفسه وعليه حق المستوى الرحمن خلق الإله القلب مركز في يمينه ومحيط كون الكون والأعيان وهو المعبر عنه في تحقيق بالمنور الأعلى ومجرى الأعلى وقوله مع الكتاب وباح والرق والسقن الرميع الشاي وهو الذي ضرب الإله بالوحر بدلا به لمحكم القرآن بالزيت والمصباح مع الكافي وزجاجة المتكوكب اللمعان وهو المقلب والمقلب والذي جعلون يدنون حتى وتجاني منه غلام له ومنه الرؤوس وبه ينكر عليه من أكمال وإليه جاء رسوله من علم ينال من بقى من ردأني فلكا بطاعته وردا ليدعونا وبقحه حقيقة الشيطان
رمز وكل الناس فيه حائر ما بين لي ربح ولي خسران ما مخزن الأسرار إلا درة هي بحر وأمل وللدنيا بيت باب عظيم خاتم لكنه للباب بصراع يقصيك بصراع إلى أعلى الدنيا وإلى الجنب وسويت السعي والباب إن رفعت يوما خاتما وفتحت من عيب لا كسر أي يريك بلغت المنادي جمال ونزل لما من ساحة الرحمن لكن إذا كسرت أوتادي حينا وتقيم إيمك متى السرق أني ألا بلاد بقلب الأعلم في الرمق ونسوأ على جبناي دون إياي ووصف وقل سبحاني والختم معوزات قد سمات والرب علم الحق من الإيمان والفتح فوجود عن يقيني فيما حويت بمقتدي وعياني وبدوك الأسباب منه تحققا في جوارح بانت لا زقلان أما إلا وساحة الرحمن للإنسان والكنز أعلم علم لا الجدار بدا الوجود نكتة البيان حتى إذا لم تحترم غدارا سقط العزيز وماشى ذل وماءني فالذي عظم أشارت حقيقيا يخلق من التكوين بين كيان وأصول سر جريح ما هو ذات لكن لا حسن ولا إحسان ولقد يرجى للذي هو كذا من أحد تأتي بريح لبال هذا ومصراع واحد الرضا وهو الذي يغضي إلى رضوان والآخر الغضب الشديد وهو المجال الرحب للطغيان فعلامة المرض هي طاعة ربي وعلامة المرض العصيان وعلامة المهني يفعل ما يشاء وعلامة النفس العريان هذه عروس الزفانة خاطري في القرن فوق من تطير عداني فانظر إلى حسناء جميعهم يا فجني عليك لتلك كل معاي وانظر الى الحسناء اليك بعين يا فجني عليك لتلك كل معاي فانظر الى الحسناء اليك بعين يا فجني عليك لتلك كل معاي لا إله إلا الله 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 لا إله إلا الله
لا إله إلا الله، 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 من العبد العظيم أمر نزلت أمر إلى عين الأرض أعدل من عدل من العبد إذا بهم أمر نزلت أمر إلى عين الأرض أعدل من عدل معدي أعاديه وناصر حيدي من لا يضيع من عدل قد اتكل من لا يرد دعاء مظلوم دعاء من لا يعامل من بناع من سأل لكن يحب من اهتدى بدعائه وبه يبلغ يؤمل من أمل يا رب إنا لا نريد سوى دعاء ولا أنت أعلم بالإرادة والعمل يا رب إن الثامن قد اشتجاء الطريقة بباطن شعل وعلى الضعاف قدومه وهجومه فأنا الرجال العالم لقد اعتزل ما إن يرى لمسجد ومدارس أو بالزوايا محمى قد نقل لكن يروح إلى أناس ما أدين ذو فطنة يبدي لهم منه الخبر فارح عبادك من سقال زوري فغروري يا من عدل المتكل من بعد ما قد جل في عذاب وراء الله أحمد إن له قدر ألف الله يبدل السرير في من بسل والجول يوذق من بساحته نزل حسد المشائخ وعدل متكبرا وعلى الجدود الطيرين قد اتجل فنسوه إن قال يعصم للجبل من قد تخلل عن نبي المهتدي لم يجير إن قال ما المولى الأجل فجحوم أهل الله سمع قاتل وذبيس عاقبة دليل يا أجل نادى بتوقيع الأئمة كاذبا ما إنه قول على ما قال به عداونا سنأتحبه طريق القاتل فقل أنا على سوى الصحابة والرسل بحماية نبوية لم يوقع أهل الطرائق ناقص أو من كمل أولا ترون الساعة نفسا أولا ترون الشر بالساعة نزل قد قادم جهد المركب للرجاء حتى لهم عن الشريعة قد عدل
أعمى وحب الجاي عن طريق الهدى، فأضل خلق الله عن أزكى السبل، لا تنكر أني أقول لنفسي نذار إن المرء يحصل ما لعل، ودليل أن اعتدال انقلبي انتماء من كل بلية لم أقل ألا قليل من كبير الله للمزدق العالي قلت الأقل هذا قليل من كبير الله للمزدق العالي قلت الأقل ألا قليل من كبير الله للمزدق العالي قلت الأقل لا إله إلا الله 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 لا أمن منك يا عزيزي مسلمي يخشاني من دائم لي أو مختبي لا أمن منك يا عزيزي مسلمي يخشاني من دائم لي أو مختبي ويرى العجائب من تجلي قرآني في القهر من حلف كتاب المأسم من قادر من أخذ من أعدائي من انتقال من الملاء الأعوج من مبدئ بغدو أمر مزعج أو من معيد من سلاب ألعن كم من جليل لقد وفي شديد ومبجل ومعظم من معظم ومعلم بالعلم نال ما فات ووجاعد ومكرم من مكرم وهرب به من منعم الإحسان
سلب المعيد في ماله من ملحه. لا تعجب الورى العجائب جابر في قارب اختياري ما لم يعلم. لا تعجب ما فاب بباطنه لما أزاع عن صراط الأطول. لما أزاع أزاع ربي أفل عن بابي عندي عن سلمي إرهاني عن وجهي أجدادي عن شوقهم عن ذوقهم عن مطعم أهل الشهود عن ابتسام الأطهار يرقى بها عن مقعد النفس الأمين عن نبل خير عن محبة أهل عن جمع وعن جناء محرم عظمك عظائم يرضى حتى بدا متمردا مضجر بأن تكلمي بجناب أهل الله أهل خصوصي وإن خلالة ربي عن آدي وإن خلالة رسلي من بعدي في هذه الناجة سبيل أسقن يا ربي إن فهذا متقرر بطل قاوين التي لم يحدث من أهل الذي يرى الشريعة صدقا من سنة أو من كتاب محكم فانزل به ما من بعيد جنازل بالذي عليك يقول ما لم يعلم فانزل به ما من بعيد جنازل بالذي عليك يقول ما لم تعلمي حجل لأخيك باليمين لمن غدا متقولا وقضامة إلى المشرك نسب العواية ربنا لعلي جودا من أول القلب سقيل المؤمن ما لا عليه لو اقتدى بالمؤتد يا من لدانا أرواحا والمنكر بجناب الشيخ الذي وارى الهدى بظهور يمين بما من اعوم فلا عليه الا يشابه خلقه اخلاق رقبه ما عليه الا الا يعرض نفسه متجللا او شراج او شمادة مجتمع فإن شتمت فقد سمات قل من له أو أنني لم نعرف حكمهم كرام المسلمين بنينا أيقنت من نفس بخاري ومسلم حكم احترام المسلمين بنينا أيقنت من نفس بخاري ومسلم قربي إلى ربي بشتى محارم والقرب أعلى من تغني مختم قربي إلى ربي بشتى محارم لا إله إلا الله 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 لا إله
لا إله إلا الله.